لا إله إلا الله محمد رسول الله. بطبيعة الحال إخواني الكرام، هذه هي اللحظات الأخيرة للفنان سعيد زعيط الملقب بالعكوس والمعروف لدى الجماهير الأمازيغية بالساحة الفنية الأمازيغية لوفاته المنية يوم أمس بعدما تم العثور عليه جثة هامدة داخل غرفة يكتريها بحي الجرف بمدينة إنزكان. فهذه اللحظات إخواني الكرام يتم نقل جثمانه لوراء الترى في موكب جنائزي مهيب نحو مقبرة الشهداء بمنطقة بن سرقاو ومسقط الرأس. هذا الفنان اللي أعطى الشيء الكثير للفن الأمازيغي، إلا أن ربما القدر أو الحظ لم ينصفه بعدما عاش وحيدا ومات وحيدا، مات قنوعا، مات عفيفا، بعدما يعني كان طيلة الحياة ديالو كما قالنا الأصدقاء ديالو بأنه ما كيرضاش باش أنه يمد اليد ديالو أو يسعى شي حد، كما قالنا مجموعة من الرفاق دار به وعلى رأسهم يعني الفنان الحسن أندريس بطبيعة الحال، اللي عاش واحد الفترة كبيرة مع هذا الفنان اللي كان ودعوه اليوم صراحة للموت ديالو، خلت واحد الصدمة كبيرة لدى كل جماهير وأيضا الفن الأمازيغي وأصدقاء الأمس وأصدقاء المهنة اللي ما تقبلوش يعني الوفاة ديالو بتلك الطريقة المفجعة بعدما يعني مات تقريبا حوالي 5 أيام إلى 4 أيام ولم يلحظ أحد الوفاة ديالو، بعدما فاحت رائحة كريهة داخل الغرفة اللي كان كيكتريها بمنطقة الجرف بمدينة إنزكان، ليتم إخبار السلطات المحلية يعني بذلك، وانتقلت على وجه السرعة لعين المكان ليتم العثور على الفقيد ملقى على الأرض، وجثته بدأت يعني تتفحم يعني تتحلل عفوا. صراحة يعني الموت ديالو لم يتوقع أحد، وربما الكثير من الناس كيقولوا بأنه في الآونة الأخيرة يعني كان يعني تبدو عليه يعني علامات المرض، ربما كان مريض بمرض لم يعرف يعني النوعية ديالو اللي تتوفى يعني المنية. طبيعة الحال إن لله وإنا إليه راجعون، وكنتمناو ليه المغفرة والتواب وأن يثبته عند السؤال وأن يرزقه المغفرة والتواب ويرزق الصبر والسلوان العائلة ديالو والعائلة ديال الفقيد. صراحة خاصة الناس ديال بن سرقاو اللي عاشوا واحد الفترة كبيرة مع هذا الفنان العصامي، هذا الفنان اللي مثل يعني مجموعة من الأدوار في مجموعة من المسلسلات في مجموعة من الأفلام الناطقة باللغة الأمازيغية. أول يوم يغادر هذه الدنيا ولم يجني منها أي شيء سوى الخذلان سوى التهميش سوى الإقصاء، وهذا الشيء يعني يدق ناقوس الخطر بطبيعة الحال، لأن هناك مجموعة من الفنانين الذين يسيرون على نفس الخطى وعلى نفس المنوال ديال سعيد بولعكوس اللي لا زالون يعيشون التهميش يعيشون الإقصاء يعيشون اللامبالاة من طرف المسؤولين ومن طرف الوزارة الوصية على الحق الفني والثقافي، خاصة هنا بجهة سوس ماسة اللي صراحة الكثير من الفنانين يعني يموتون يوما بعد يوم ويموتون يعني بشكل بطيء جدا. فكنتمنى أنه يتم إعادة النظر في الطريقة التي يتم التعامل بها مع الفنانين الأمازيغ، خاصة فناني سوس، لأنه لا يعقل باش نشوفوا فنان يعني كان يعاني طيلة شهر رمضان وطيلة يعني المشوار ديالو ولا أحد التفت له ولا أحد يعني أعاره أي اهتمام. فأنتم كتشوفوا يعني اليوم يعني يتم حتى أيضا اليوم نتساءل أين يعني المسؤولين، أين رفاق الدرب ديالو؟ اللهم ناس معدودين على رؤوس الأصابع هما اللي حاضرين اليوم الجنازة ديالو وسيلقون عليه آخر ربما نظرة وداع من أجل توديع هذا الفنان اللي صراحة نتأسف كثيرا الطريقة باش مات،
لأنه لا تشرف بتاتا يعني الفن الأمازيغي، فكان يعني أنه تم العناية به، كان أنه تعطاه الأهمية، وأيضا يستفد يعني من الحقوق ديالو كاملة، إلا أنه مع الأسف الشديد هو اليوم يعني مات كأن شيئا لم يكن، على أي الموت واحدة والأسباب تتعدد. فنسأل الله له حسن الخاتمة، وأن يثبته عند السؤال إن لله وإنا إليه راجعون. Thank you.